مرحبا أصدقائي محبي قناة هل تعلم علوم وتكنولوجيا الأعزاء في فيديو جديد. أصدقائي الكرام، اليوم سوف نتعرف على الكثير من الأشياء الرائعة والمذهلة التي سوف تذهلكم وربما ستفيدكم كثيرا في حياتكم اليومية. لذا اربطوا الأحزمة، اشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين بعد، وهيا لنبدأ. هذا مكان سري للغاية، يمكنك أن تخبئ فيه ملايين الدولارات. أصدقائنا، نترككم مع بقية الفيديو، نتمنى لكم فرجة ممتعة. دعونا نشاهد كيف سيقوم بقطع هذا الأنبوب. مثالي للغاية، وقد استبدله بواحد جديد. إنه ملك القياسات، شاهدوا. يا إلهي، هذه طريقة مثالية لصنع القراميط أو الياجور. مثالي، هذا الرجل بناء مثل الزبدة، شاهدوا. لا تعب ولا عناء. يمكننا أن نسمي هذا الرجل بالرسام ثلاثي الأبعاد. هل تعاني دائما من المواسير المسدودة؟ إليك الحل البسيط. هذه تقنية مثالية لسد الثقوب في الأنابيب. هذا الرسام مثالي، إنه رسام بالنار. هل شاهدتم يوما مثل هذا الفن؟ أصدقائنا، إذا كنتم في الأسفل يعني تحت الأرض، استعملوا هذه التقنية لإدخال ضوء النهار والشمس إلى منازلكم. شاهدوا، ثقب في الجدار. هل هناك حل؟ لنشاهد معا. شاهدوا، هل سيعيده إلى مظهره الأصلي؟ نعم، هؤلاء العمال تقنيون مهرة. شاهدوا، عصيات من قصب الزان تنزل كل الياجور إلى مكانه الأرضي بسلام. أما هذه الشابة فقد صنعت لنا هذه الأرجوحة بالخشب من الخردة. وكذلك كل شيء في الخردة يمكنك أن تستفيد منه، كهذه المروحة. يمكنك أن تستعمل الإطارات والخشب الذي يرمى في الخردة لصناعة كرسي مثالي. عندما تكون موهوب فإنك تعمل بهذا الشكل. لا تعب بعد الآن. الرافعة ترفع العمال مع خليط الإسمنت. هذا الشاب يبدو أنه يصنع حمام سباحة، لكن هو في الصراحة مسبح للسمك. شاهدوا كيف يصنعون هذا العالم الخيالي، مثالي للغاية. هل فكرتم يوما في هذا الاختراع؟ إنه اختراع مذهل. أنابيب البي في سي يمكنها أن تصبح خزانة صغيرة. هذه طريقة مثالية. بينما أنت تحتسي الشاي، هذا الروبوت يقوم بالعمل بدلا منك. هذه دائرة كبيرة، ماذا سيصنع هذا الرجل؟ إنه يبني لنا منزلا من القنينات. هذه طريقة مثالية لسد كل هذه الفجوات في السياج. شاهدوا ماذا يمكنكم أن تصنعوا بهذا القمع. مثالي. هذه هي الإندومي، لكن هل صدقتم أننا يمكننا صناعة خزف منها؟ هذه ديليفري مستقبلي، طائرة تحمل الإسمنت إلى موقع البناء. يا إلهي،
هذه طريقة مثالية لعزل التوترات الكهربائية وأي شيء من الخيوط والأسلاك. الكثير من المنازل لديها هذا العطب، لذا إليكم طريقة إصلاحه. ماذا عن صنع البلاطات؟ إليكم الحل. أما هؤلاء فإنهم مثاليون في القياسات، شاهدوا كيف يقومون بتقطيع هذه القياسات بمثالية. إذا كنت تعاني من آلة الطلاء هذه، فلدينا هذا الغطاء الفني. هؤلاء العمال مهرة للغاية، إنهم يتقنون عملهم بكل فنية. شاهدوا كيفية إزالة هذا البلاط من البلاستيك. لابد أنه كان يشتغل في السيرك وأصبح الآن في البناء. لنشاهد معا ماذا يصنع هذا. إنه يصنع آلة طاقة رائعة. شاهدوا مثالية. أما هذا الرجل فإنه يزيل بلاطة بطريقة فنية. من هذا الرجل العنكبوتي؟ إنه يقوم بإنهاء عمله دون لمسه بأرجله. أما هذه فهي طريقة ذكية لسد البراغي. ذكي للغاية. هذه ليست صباغة، إنها طلاء لاصق. أسرع طريقة ديليفري آمنة من الأعلى نحو الأسفل. يسمى هذا بسلايدر، لكن الغريب هنا إنه يقوم بالتلحيم وسلايدر شغال. هؤلاء الشباب يصنعون هذه الابتكارات لتسهل عليهم العمل. إنها ثلاجة من لا شيء. إذا كنت تخاف من المرتفعات، فهذا المثقاب ذو هذه الرافعة الهيدروليكية يفي بالغرض. أما هذا الاختراع فإنه كقاذفة صواريخ، لكنه صانع الجسور. هل تعانون من الحفر في الطرقات كأي دولة من الدول العربية أو العالمية؟ لكن هذا الاختراع ناجح جدا. أما هذا الحطاب لا يصدق، لقد قطع 55 شجرة بضربة واحدة. إنها كلعبة الدومينو. طريقة سهلة لفرش البلاستيك، يدعون الهواء والجاذبية تتكلف بالباقي. هؤلاء العمال مهرة للغاية، إنهم صنعوا رافعة من لا شيء لإنزال هذا الأنبوب الإسمنتي الثقيل جدا. أطنان من الوزن تنزل بكل سهولة. لا تنسوا موعدنا غدا مع حلقة جديدة، وفي نفس الموعد وعلى نفس القناة. لا تنسوا أنكم اشتركتم في القناة، فعلوا زر الجرس. تعليق جميل أيها الجميلون، ونلتقي في حلقة جديدة. باي باي، إلى اللقاء، نحبكم.